أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة حرص مملكة البحرين المستمر على مواصلة دعم قطاع الصناعة وتسخير كافة الإمكانات لتنمية مسارات تطويره باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية. نعم وذلك بما يسهم في توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين ورفض مسيرة البناء والتطوير بالمملكة. جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها سعادة وزير الصناعة والتجارة لمصنع سيفين كرافت ومصنع اتش الضاعن للقوارب ومصنع عرايب للصناعة بمنطقة المعامير الصناعية بحضور عدد من المسؤولين المعنيين وذلك في إطار مساعي الوزارة لتعزيز متابعة كافة مستجدات القطاع الصناعي والتعرف عن كثب على تطلعاتها الآنية وخططها المستقبلية وخلال الجوله أشار سعادة الوزير إلى أهمية مواصلة العمل وبالتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية لتنفيذ أهداف استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 والتي تتمحور حول زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ وتوفير فرص العمل الواعدة للمواطنين في القطاع الصناعي.